قائد السفينة الفراعنة وسط أمواج التصفيات. كارلوس كيروش المدرب البرتغالي المخضرم يمتلك ميزة إدارة المباريات الكبيرة، يعلق عليه الملايين الآمال لتحقيق حلم المونديال. بالرغم من المدة القصيرة التي قضاها على رأس القيادة الفنية لمنتخبنا، إلا أنه في فرض فلسفته على الجميع قدم للمنتخب المصري وجوهاً جديدة نجحت في حفظ مكانها في تشكيلة الفراعنة. وبالرغم من الغيابات، فإن كيروش أنهى مرحلة الحسابات. سياسته في إدارة الأمور لا تقبل التغيير، وطريق مصر في التصفيات لم يكن مفروشاً بالحرير. بالعزيمة والقتال تحدى منتخبنا كل الظروف، ويتبقى فقط أن نضع النقاط على الحروف. مسيرته منذ تولي المهمة تؤكد أننا أمام مدرب قدير صنع في مهنة التدريب الاسم الكبير. نجح مع الفراعنة في كأس الأمم بالرغم من خسارة النهائي بركلات الترجيح، لكن مشوار مصر في البطولة الإفريقية يستحق التأمل. في ثمن النهائي فاز على كوت ديفوار، وفي ربع النهائي نجح في تحقيق انتصار على المغرب، وفي نصف النهائي فاز على الكاميرون مستضيف البطولة، لكنه خسر النهائي على يد السنغال. كل ما يحتاجه كيروش وباقي أفراد الجهاز الفني من الجماهير في مرحلة الحسم هو الدعم، حتى يكتب النجاح لمسيرة الرحالة البرتغالي مع الفراعنة.